احلى المواعيد تجمعنا وتراثنا اجدادي منبعنا خليك مع المتعه ومعنا بمسابقه شاعر المال. مشاهدي مجموعه قنوات الساحه الفضائيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وأسعد الله جميع قاتكم باليمن والبركات والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا في كواليس الحلقة الرابعة من شعر المعنى. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا أنا هو شاعر المعنى. الشاعر ذيب الحميداني القحطاني. المسابقة بحد ذاتها منبر إعلامي ومحطة دعم في مسيرة الشاعر استثنائية صراحة، والتأهل ضمن الشعراء المتسابقين في مسابقة شاعر المعنى يعني لشاعر المحاورة فرصة تاريخية في عمره. نسعى من أجل الرزق والرزق مضمون، ونطول خطانا ويكثر خطانا، وملاذنا بحماك يا خالق الكون تغفر خطانا يوم تقف خطانا. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 سعدي بفايز بمربحة الرشيدي. فأنا أحب أكون معي بالمحاورة كل اللي معانا مبدعين إن شاء الله، ويا واحد من زملائنا الثمانية إن شاء الله كلهم والله عندي واحد في بيتين غزل يقوله يعني على هالحال ماني بلاقيك، ويعني فمان الله ومع السلامة، ويعني غسلت يدي من لمس يديك، ويعني تفارقنا ليوم القيامة. الشاعر دخيل الله بن سعيد العلياني البقيلي السلمي، طموح اللقب والسيف إن شاء الله بإذن الله. أقول الشعر يا شعار رمز ومعنى، ولا كل سوق غال يا تثمانه، الشعر مثل التمر للذواقة صفرية ومتلبنة والبانة، ومن يطعم الهرجة يعرف يميز السكري من تمرة الرثانة. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا. المرزوق بن شدود الفهمي. بالنسبة أشارك مع مين؟ الزملاء كلهم الثمانية أنا أعتبرهم كلهم ذهبيين. يقول إن كانها بالشعر فالشعر موجود، وإن كانها بالصوت عندي قبيلة، فهم لها تاريخ بالطيب مشهود، ولا عليهم حاجة مستحيلة، لعيون ربعي باذل كل مجهود، ولم تطيت إلا الجواد الأصيلة، هما يجي شامان في مناي مجرود، ولا في مالي عذر عند القبيلة. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا. الركان عيض العجل الحربي. السابقة ناجحة بكل المقاييس، ما يحتاج الله مقدم إن شاء الله الشعر الحقيقي والجازد إن شاء الله. راشد العازمي. المسابقة أقوى مسابقة شعرية للمحاورة هي مسابقة شعر المعنى، المنافسة فيها قوية بين الشعراء. كل شيء راح نقدمه للجمهور، ما راح نترك شيء نهائي. يقول لا تستمع في كلام الناس مهما تقول، الواقع أصدق ومن لا تعرفه تجهله، الطيب مثل الحظوظ ونعم مثل القبور، شيء من الله عسانا كلنا منه. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا أنا هو شاعر المعنى أنا هو شاعر المعنى. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 لا. بدر بن عميش المقاطع العتيبي من دولة قطر. والله أنا أتمنى يكون معي في محاورتي في المسرح شاعر قوي عشان تكون محاورة طيبة وتطلع بالمسابقة ممتازة. بيتين أبشر إن شاء الله بالبيتين. هالقوم تسعى جنوب وشام، قامت تباين مضاربها، ومن يدخل الحرب ما يلام، كل المساعي يخوضها بها، وإن كان ربعي معي قدام قال الله نفوز بها. الشاعر عبد الرحمن بن نواجع القرشي. طموحي في المسابقة أن نقدم الشيء اللي يرضي الشعر وأهل الشعر وجمهوري عموما.
بالنسبة لمن أقابل على المسرح كل الزملاء ما فيهم قصور، يعني أي أحد كان منهم فيها الخير والبركة، ونتمنى أن نقدم الشيء اللي يرضي الجمهور. حان القصيد وحان تنقيح الأبيات، وفاح الدلال الشعر معنا وطاروق، وكل تحزم بالسيوف الصقيلات، وكل ركب والخيل سابق ومسبوق، من شان تحقيق الهدف والشهادات، ومن شان يصبح للشعر حكمه وذوق، فكره جزيله من عقول جزيلات، اصبح لها في الشعر مبدا ومنطوق. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. انا هو شاعر المعنى، انا هو شاعر المعنى. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. أنا هو شاعر المعنى، أنا هو شاعر المعنى. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. أنا هو شاعر المعنى. هذا شاعر المعنى كلنا ودنا نحضره، لأنه لقى هذا خاص بالجمهور وحنا نشجعه. شاعر المعنى بوجه عموم هو من المسابقات الناجحة، واللي يعني مثل اللجنة هي أساس النجاح، والهيكلة وقناة الساحة والحلقات كلها مميزة حقيقة. والله شعر المعنى يعني له مراحل، قبل كذا هذه ربع مرحلة، يعني من أشد متابعين له، إن شاء الله أنه يصل يعني يطلع لنا شعار مواهب جديدة إن شاء الله. برنامج شاعر المعنى برنامج كبير، وحنا نشكر الداعمين عليه لإحياء التراث والقصيد، والشعر له رسائل كثيرة وانت عارف، وجميع الشعار لهم تقدير ووزن عندنا، وحنا نشكر القائمين عليه. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. أنا هو شاعر المعنى، أنا هو شاعر المعنى. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. جعل ابو متعب طلع الشمس لا ميل عقاله، يذبح التاجر قليل العرف ملعون الرسامي. صح الساعة. صح الله بدنك. والله التنافس شريف، وانا اهني الشعار كلهم. تفاعل الجمهور جيد صراحة، الجمهور كله متفاعل ويدلك الحين بعد. اي والله شباب وفلة وامور طيبة وشعر وخير. شراك ضيوف الليلة؟ شراك والله ضيوف الليلة كلهم متلقين، بس خلف مشعان وبدر عتيبي من اللي انا صراحة انتميت لهم. والله في شاعر ايش علشان الليلة من الشعر الفلاني؟ بدر عتيبي. الله الله. من توقع يفوز؟ والله ضايع مختارهم، والله كلهم شعار، بس انا ميولي البدر. والله اول حلقه حضرها، ولي الشرف والله حضره في شعر المعنى، والحمد لله توفقنا في ذي الحلقه بحضور الشعراء اللي حاضرين، والمهرجان ما شاء الله تبارك الله مكتمل. بصراحه شعر المعنى يعني برنامج حماسي جدا ويهيض الجمهور بصراحه، وانا صراحه متذوقين الشعر بصراحه. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. أنا هو شاعر المعنى، أنا هو شاعر المعنى. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا.
شاعر المعنى. يا لا 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 ليه يا لا لا ليه. هذا البرنامج اللي هو والمسابقة شاعر المعنى اللي أعاد المحاورة للطريقة الصحيح وظهر الشعراء اللي عليهم كلام اللي يستهلون أنهم يظهرون في الساحة. بالنسبة للمجلس هو تأسس صار له سنتين والحمد لله في خلال سنتين استطعنا احنا نضم شعراء موهوبين ومن ضمنهم الشاعر علي الدحبي والشاعر بدر العتيبي وفي شعراء بعد. أتحدث عن الشعراء بالنسبة في مجلس الشعراء القطري في مجال المحاورة، هل عندكم آلية معينة يعني ترشيح أسماء معينة أم المجال مفتوح بالنسبة للمجلس؟ هي كبداية احنا عطينا المجال مفتوح قلنا اللي بيشارك يشارك واللي يشوف انه عنده ثقة خلاص يعني راحت رهبة الوقوف بين صفين ورهبة الشعر المقابل سواء ايش بيجيب من لحن او من قافية عسرة او ما هي بعسرة، هذه تعدى المراحل هذه وصل المراحل انهم يصدمون الشعراء يعني في على مستوى عالي جدا. سلام تسليم الحاجي جلي توافد في منا كلن يا بي يرمي وينحر والحرام يحلله. يا مرحبا ترحيب تنتبنا مثل بني البنا واللي ما يبني بيت ما يلقى ظلال يظلله. يا لا 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 ليه يا لا لا ليه يا لا لا. شاعر دخيل الله السلمي شاعر كبير ويفهم المعنى والحمد لله كان بيننا تفاهم كبير في القافة اللي هو معاه والقافة اللي أنا بدعته الحمد لله بإذن الله أكيد أنا سعيد ما دام أخذت الشاعر الذهبي بدون قصور في زملائي والله كلهم الثمانية الله يبيض وجيههم ذهبي لكن أكيد أنا سعيد بهذا النتيجة. الجمهور يمثل لي شيء كثير صراحة وهذول أشكرهم شكر جو من الحجاز واللي جاي من المنطقة الشرقية واللي جاي من الرياض والله يستر عليهم ويحتمل عافية. سلام يا فاخر يا فضل ذكر في القمة يا حيا ملكنا وتحيا الراية الخضراء. مرحبا في محل يجمع الأمة تعيش يا دولة لشعوبها مذرة. يا لا 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 ليه يا لا لا ليه يا لا لا يا لا 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 ليه يا لا لا ليه يا لا. لعب راشد على معنى العلم السعودي وأنا لعبت على معنى تضامن مع الشعب السوري. كل الشعراء توقعهم شعر ذهبي كلهم شعراء وافيين. سلام الله سلام من قبل الأسوق أهلكم ينقاد يقود قدر شمطان اللحام قدام الأسوق. هلا يا مرحبا في الحفلة اللي نورها وقد ترى حيب يشبه الجردان في ذوقه. يا لا 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 ليه يا لا لا ليه يا لا لا. معنى كان معنى جازات محمد القصير وكان الظهر المعنى عند أخوي ذيب الثورات العربية والحمد لله على كل حال لعبنا ولا قصرنا. أنا لعبت مع كامة بحجم سعدي من غير قصور في خويانا الباقين. إذا لعبت مع سعدي واللي مثله وشراه تبدع ترى إذا المحاورة مصير مشترك مو مصير فردي. إذا لعبت مع مبدع تبدع وفعلا الحمد لله رب العالمين لعبت مع مبدع وأبدعنا وأسأل الله لنا ولزملائنا التوفيق. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 بعد ما بعد ما فاح دلال الشعر معنا وقاف. يا سلام الله برده تشع انوارها.
الدائم. يا لا 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 ليه يا لا لا ليه يا لا لا يا لا 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 ليه يا لا لا ليه يا لا لا. والله تنافس أثبت أنه ما هو بسيط، كل شاعر يراهن على نفسه بلا شك. طاروق هذا أسلوب المحاورة، هو حتى إن كان ما في بين اختلاف مظهر الأبيات كان فيها نوع من الاختلاف من المحاورة، ما هي مجاراة يعني تنظم أبيات وأنا أشاريها، لازم يكون فيه نقض حتى لو يكون بشدة، يعني الجمهور توقع نحن على غير معنى، بالعكس هو المعنى كان القناعة، هو يعني البداية كانت من عند الرد، كان من عند الأغراء، كان فيه يعني نقض بقوة، هو اللي شد المحاورة يعني صيرها على مسار مشدود. لجيت بوصف زينها من زينها ضاع الكلام، وشلون أجل لو بكتب أبيات القصيد بزينها، ما هو بعجز أكتبها قادر أوصلها الغمام، عشان تومي للبني من فوقهن بيدينها، لكني أرفض وصفها من باب حشمة واحترام، ما ودي أخلط بالغلا بين القصيد وبينها، وما دام هذا شفها لابد من نقطة نظام. صلوا على ذكر النبي، خاف الحسود يعينها، جتني كأية معجبة وعطيتها بعض اهتمام، لكن بعد ما سولفت يا شيخ يسعد دينها، في صوتها بحت شجن تعزف ترانيم الهيام، أداءها وإحساسها وكلماتها وتلحينها معها البلابل تنخرس ويبطل النوح الحمام، كنه يقول المعذرة ويني وهذه وينها، ما بين تحريم الحلال وبين تحليل الحرام، ما بين تسبيل الرموش وبين غمزة عينها، اللي رفعتهن يا سلام واللي اسدلتهن يا سلام، والله على كثرة سلام أهل السلام يعينها، اللي رقدت يصحى القمر واللي صحت روح ينام، سبحان منه كون الشمس وفرق تكوينها، البيض منها صابهن غيرة وحيرة وانفصام، من لوذت في خافقي راح وطي من حينها، ملاك في هيئة بشر يا عاذلي كف الملام، لو هي على كيفي قسم رحت وطلبت ايدينها، ما لوم شعري لا غدا معها وصارية كلام، ما له جدا غيري حدا يا زينة يا زينة. صح لسانك، صح لسانك. طبعا شاعر المعنى مسابقة ننافس فيها المسابقات الأخرى وأثبتت جدارتها، يعني الموسم الأول والثاني الحمد لله، هذا الموسم الثالث، والله يوفق إخواني المتسابقين، وبالفعل يعني إحنا في حاجة مسابقات زي كذا. باختصار يعني شديد أقول إنه تكريم، أعتبره تكريم لخلف المشعان. والله دعوتي شرفة وشيء وسامعة صدري. أول تعاون لك مع خلف مشعان؟ والله أول تعاون وإن شاء الله يستمر بإذن الله. مشاهدينا كنا معكم في كواليس الحلقة الرابعة من شاعر معنا في نسخة الثالثة. أحلى المواعيد.